تعال نشوف عندنا الكيكه اللي احنا هنعملها النهارده. احنا بنجيب حله زي دي، طواجن فخار قدام حضرتك، بنقوم جايبينها كده، ادي حله كده، ونقوم راصين فيها، بنشوف كام واحد هياخد كام طاجن فخار قدامك كده اهي، بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ده هنسوي فين؟ على النار. كيكه كده سهله، ما تاخدش وقت معايا. نقفلها ونقوم سايبينها دلوقتي. هي الثلاثه عدد بيض بنحطهم عندي هنا في البوله، حط عندي كوبايه من السكر، شويه فانيليا صغيرين، المقادير هتنزل قدام حضراتكم اهيت، شويه فانيليا صغيرين، 3 عدد بيض، كوبايه من السكر، بقوم حاط عندي علبه زبادي، علبه صغيره، بقوم حاطط عندي نص كوبايه من زيت الذره كله مع بعضه، نص كوبايه. بعد كده بقوم حاطط عندي كوبايه وربع من الدقيق، عندي كاكاو غامق ربع كوبايه، اسف، 3/4 باكو بيكنج باودر، تمام. كل ده مع بعضه، مفيش حاجه تضربي الاول، ضربي كله مع بعضه وهتشوفي النتيجه عامله ازاي في الاخر. طريقه التسويه هي المختلفه، رشه ملح بسيطه جدا، وبعد كده بقوم جايب عندي مضرب سلك كهربائي كده، ونبدا ان احنا نشغل كل ده مع بعض. وهو شغال كده يا عم الحاج، اقوم مديله ربع كوبايه من الميه السخنه او ميه فتره. على سرعه هاديه جدا بنبدا ان احنا نقلب الكيك ده مع بعض. تمام كده يا عمو جمل. بص بقى يا باشا، بجيب عندي فناجيل، يعني هو ينفع بقى ان انا اعمل حاجه زي كده؟ ممكن بقى. بص الترويشه اللي جايه ديت ممكن حاجه جميله جدا. اعمل ايه؟ بنفس حله الاستانلس اللي موجوده ديت، اقوم جايب عندي الفناجيل الجميله ديت اللي انا بعمل فيها القهوه بتاعت ريك، شايفه ازاي؟ مش دي الفناجيل الشاي؟ حضرتك بتقوم واخداها، هاخد ده وهناخد ده، ونروح فين؟ ما هو ده بيتحمل النار على فكره، اتحط على النار، اتحط في الفرن، ما فيهوش اي مشكله خالص. نملى الكلام ده الاول، احط هنا في المعيار الكيك بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقوم حاطين هنا في فناجيل ريك قدامك اهيت، بس ملهاش للاخر لان الكيكه فيها بيكنج باودر بس. انعم كيكه ممكن تاكليها في حياتك بامانه، يعني اهو اهو، بص عامل ازاي. نقوم حاطين ديت كده اهو، ونحط عندنا التاني يا باشا اهوت، هنقوم حاطين عندنا اخر شويه عندنا موجودين عندنا في طواجن الفخار. ولو عندك اطباق راك برضو اللي هي صغيره ممكن نشتغل فيها، اللي هي اللي خاصه بالشوربه، ممكن نعمل فيها على فكره في الكيك ونقدمها بشكل حلو قوي. طيب ايه اللي بعد كده المفروض هيحصل؟ بنقوم جايبين عندنا الحله اللي قدام حضرتك ديت، نقوم حاطين فيها ميه مش كتير بس، لحد ربع الفنجان اللي انا حاطه او ربع الفخار اللي انا حاطه، واقوم راصص، حاطط عندي الرصه ديت اهي بالشكل ده، ونقوم حاطين التاني ده هنا كده. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل الميه ديت لما بتتكثف من فوق طبيعي اللي هتنزل ميه، طيب الميه دي هتروح فين؟ على الكيك. فعشان امنع الكلام ده كله بجيب عندي الفوطه بتاعتنا، ثانيه واحده، بجيب عندي فوطه وابدا ان انا اغطي بيها ونحطها عندي على النار واغطي بيها الحله، وبعد ما بتطلع هوريها لك هتبقى عامله ازاي. نفتحها ونبدا نروشها بقى بالكريمه وبالموز وبالسوشيال.
حطيناها عندنا على البوتاجاز لحد ما استوت تماما. بعد ما طلعت معايا بتبقى حضرتك بالشكل ده. نقوم واخدينها حضرتك بعد ما بتستوي لمده نص ساعه بالظبط، نبدا ان احنا نفتحها. بص بص اللون بتاعها عامل ازاي من جوه، مش طبيعي. بص عامله ازاي اسفنجيه ازاي، اهي مرتبه اهي. نعومه مفيش بعد كده، دي برضو كده اهو نفس الكلام اهو، ودي برضو نفس الكلام اهي. موز بتحط معاها موز، والله ممكن بقى تحط معاها مانجا لو عايزه تحط معاها مانجا، بس طبعا الاولاد بيحبوا الموز، حط الموز زي ما انت حضرتك عايزه. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الكريمه، اي نوع كريمه بقى عندك بتبدأ اللي انت تحطيه عليها، كريم شانتيه مثلا، كريم باتسير، اي نوع كريمه. وبعد كده نقوم قافلين عليها من هنا من فوق. الطاقيه الحلوه دي نقوم حاطين عندنا كريمه من فوق برضو. شوكولا تشيبس عليها كده من فوق، ندلعها كريزايه. وبعد كده بقى ايه احلى دلع في الدنيا، حبوب الشوكولاته ديت كده حواليها من الجنب. بعد ما بتطلع وتبرد بنبدا ايه ندي لها الديكورات الجميله ديت. مجرد اصلا تحطها على الكريمه بتلاقي ايه مسكت معاك زي الفل. ادي قدام حضرتك ادي، ونقوم حاطين ايه عندنا صوص شوكولاته من فوق. اهو من فوق كده اهوت. وبص بقى حاجه ايه، حاجه من الاخر بقى، يلا يا باشا خلاص كده. بص يا عم جمال، دي الفخار اهو، وده الفوطه اللي قدام حضرتك اهي، عشان لو في اي بخار بيطلع بيتكثف فين على الفوطه. بص هتلاقي عامل ازاي بقى، هيبدا اللي هو يستوي معايا مع الفناجيل الجميله اللي انا حاططها الراك، والدرجه الحراره تكون متوسطه مش عاليه. بنقفل ونقوم قافلين عندنا بالغطا، ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تستوي.